بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 99. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. نذكر في هذه الحلقة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع التأويل وبيان معانيه، لأن هذا الموضوع شغل بال كثير من العلماء، اتخذه نفاة الصفات مركبا لهم في تأويل الصفات عن معانيها الحقيقية إلى معان مجازية ما أنزل الله بها من سلطان. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان. أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الله ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والثاني من أنواع التأويل ما يراد به التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرين، ولهذا قال مجاهد إمام المفسرين: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون في العلم. والثالث من معاني التأويل أن يراد به صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك لدليل مفصل يوجب ذلك، وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصول الكلام، وظن هؤلاء أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يراد به هذا المعنى. ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله، وقوم يقولون إن الراسخين في العلم يعلمونه، وكلا الطائفتين مخطئة، فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، ورموا في آثارهم بالشهب. قد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على هؤلاء، وسماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه. ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول لم يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها، ولا قالوا إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه، كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل بعض آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله، وأنه جعله نورا وهدى لعباده، ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ثم بين الشيخ براءة السلف من هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر كما يفعله كثير من نفاة الصفات، وقال:
فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره أي من هذا التأويل، فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب يعني الفخر الرازي وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلاسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا، ثم قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يتمثل كثيرا بقول الشاعر: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو قال عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، أخبر أنه لم يجد عند المتكلمين والفلاسفة إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. وأقول: هذه شهادات من جهابذة علماء الكلام بصحة مذهب السلف الذي هو الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة وترك المناهج الجدلية المنطقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.